رجعنا لكم معانا ضيفينا الكبيرين ولا الكبيران؟ لا هي كده صح؟ صح. انا اصلي قاعد دلوقتي بين قوسين لغه عربيه. الضيف الاولاني وقيم وقام واستاذ ومعلم في مجاله بكل المقاييس. راجل في الاعلام حدث ولا حرج، سواء في رصانه الكلمه والالقاء أو في طريقة التعامل مع الإعلام كمهنة وكصناعة. ضيفي الكبير وضيفنا العظيم النهاردة الأستاذ حامد عز الدين، أهلا بك. أهلا بك يا أيقونة. الله يخليك. الآخر واحد حيرنا، هو إبراهيم قدمه تقديمة جميلة قوي، قال لك الدم السوداني والقلب المصري الأهلاوي. اصطدته فعلا حرفيا من محل عصير قصب، ودي قصة مش هحكيها لكم غير بعد ما نكشه واقول له ايه اللي حدفك على مصر وشمعنا مصر وشمعنا النادي الاهلي يا كابتن شطة في بداية السبعينات. اهلا بيك والله. اهلا بيك. احكيها لك ولا احكي انت؟ ما انت لا لا، الاول احكي لي ايه انت وانت في السودان، ايه اللي جابك مصر، وبعدين ايه اللي واجهك للنادي الاهلي، ومين اللي اثر فيك، ومين اللي كان اشار عليك بهذا الامر؟ المفاجأة بقى اللي هقولها لك دي غريبة جدا، انه نادي الهلال السوداني كان في امين زكي وكان في سورين اسكندريان اخو كوركين اسكندريان، صحفيين كبار من ايام الاربعينات والخمسينات، هم اللي جابوني هنا من نادي التحرير السوداني. يعني شوف اللي جابني هنا نادي الهلال. وجابوني هنا، وكان وقتها عبد الرحيم الشناوي اخو كامل الشناوي، مامون الشناوي حارس مرمى الترسانة لو فاكره. ايوه الشناوي. سورين اسكندريان جه معايا، وعبد الرحيم الشناوي استقبلني في المطار مع عبد البقال. يعني القصه دي انا بقولها ليه؟ عشان الهجوم اللي عليا في السودان من ان انا ليه ما بشجعش الهلال وشجع الاهلي، هذا موضوع طبعا يجب ان اطرحه. يعني هديك الفرصه تقول الكلام ده لانه مهم جدا، ولكن اذا اللي رشحك اللاعب الكبير امين زكي. امين زكي اللي هو واحد من اعظم مدافعي الوسط في افريقيا، ولاعب النادي الاهلي، ولعب للنادي الاهلي في اوائل السبعينات مع كابتن حسن حمدي. انا ليه بقول لك امين زكي؟ هحكي لك القصه، عايزين تعرفوها بسرعه كده. احنا واقفين في الملعب بنحضر التمرين، وجاء امين زكي هذا اللاعب العظيم المخضرم، وكان قبليه سليمان فارس برضو، واحد من اعظم من انجبت الكره الافريقيه. ابراهيم كبير هو، وجه بعديهم ابراهيم كبير. لا واسامه يوسف. لا طبعا اسامه، انما اسامه جاب لنا كاس مصر على فكره. انما لقيته امين زكي بعد ما رحبنا بيه، فبص على التمرين كده قال له فين جرن الشط يا كمال بيه؟ قال له مين جرن الشط؟ قال له انا بعت لك لعيب من السودان ده والله. قال له ايه ده؟ يا فلان يا فلان ايه؟ قالوا له هو جه اختبر، وبعدين يعني ما اختفى ودكوتي ما لفتش نظره قوي يعني. قال له ازاي يا راجل، ده احنا مسمينه جرن الشطه، ده هذا لاعب يبنى عليه الخطط التكتيكيه. طب يا عبده ما انت فين؟ اني واحد يعرف ان يكون خد تليفونه او هو ساكن فين يا استاذ حامد؟ ابدا. انا بعمل الوصف كده، قال لي قصير كده وشعره كبير لكن جمباز، لعيب جمباز وكروباته. فانا رايح، الله يرحمه، بكتب الاستاذ محمد شتا في القصر العيني تحتيه محل عصير قصر، وانا داخل لقيت واحد بنفس المواصفات وبيتكلم، اقول له مش عارف ايه عصير واحد عصير. قلت له تعالى انت شطه جرن الشطه؟ قال لي هتعرفني؟ زي ما بقول لك كده. قلت له يا راجل ده الدنيا مقلوبه عليك، انت في النادي الاهلي؟ قال لي لا يا اخي، ما انا كنت في النادي. قلت له لا اطلع من محل العصير على النادي الاهلي دلوقتي. وبدا مشواره مع النادي الاهلي، وبصدفه ويعني كان سببه ايضا امين زكي اللي اصر، قال له يا كمال بيه ما حدش يفرط في لعيب زي ده. وفعلا هيدوكوتي دخل التكتيك الدفاعي بتاع خط الوسط، وعمل هذا الدور اللي استلمه منه مجدي عبد الغني، وتوالت الامور بعد كده في الهاف المدافع المهاجم. فشطه مرحب بيك، وعلاقتك بالنادي الاهلي هنقعد نحكيها.